تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي وشباب بلوزداد في شوط اول، انحصر فيه اللعب تقريبا في نص الملعب. يمكن شباب بلوزداد يعني حاول يعمل محاولات هجوميه على المرمى، استغل الجبهه الشمال اللي هي شغاله عنده، بس يعني هو ما اشتغلش خالص على الجبهه اليمين، اشتغل على الجبهه الشمال اللي هي اليمين عندنا، وده كان مصدر الخطوره من ناحيته، اللي هو اللعب على جات محمد هاني. بس الكرات اللي جت لشوبير تكاد تكون معدومه، وبرده الكرات اللي جت على مرمى شباب بلوزداد تكاد تكون معدومه. فرصه لكل فريق، واعتقد ان التعادل منطقي يا كابتن ماهر. منطقي حقيقي يا ايمن، زي ما تفضلت وقلت ان فعلا الاستحواذ كان معظمه للفرقتين في نص الملعب، ما شفناش اي خطوره على المرمى بالنسبه للحارسين، لم يختبروا بشكل ايجابي. يمكن باستثناء النادي الاهلي يمكن ليه فرصتين، يعني الفرصه الاولانيه كانت يمكن في الدقيقه 18 اللي هو الباص الجميل الشحات اللي ورا دفاع في العمق ورا دفاع شباب بلوزداد، لكن طاهر كلنا قعدنا نقول يا رب يصوب يا رب يصوب مره واحده، رجع بالكره طبعا يعني حب يلمه ويجي على يمينه اللي فيها يعني ينقذ الموقف بشكل كبير. الفرصه الثانيه الكورنر اللي اتعمل على دفاعات بلوزداد وطلعوا الكوره وطلعوا وراها، محمد عبد المنعم عمل باص جميل جدا خلف مدافعي شباب بلوزداد، راحت للشحات اللي لعبها فيرست تايم والحارس هو خارج، كانت عايزه الدقه من حسين بصراحه. يعني فرصه في الحاجات دي يا ايمن لما بتيجي فرصه بتبقى غاليه قوي وعزيزه قوي، فدي فرصه الشحات كانت ممكن ما تتكررش تاني، فرصه كانت ممكن نسجل منها هدف، وانا شايف كان الهدف ده يفرق معانا بشكل كبير جدا في الشوط الاولاني. صحيح كابتن محمد، يمكن الشوط الاول بين قوي ان في مساحات خلف لعيبه الجزائر، وحتى وهم واقفين وعاملين تنظيم دفاعي سهل اختراقه. تمام. الاول في مشكله عندنا احنا ناحيه اليمين، يعني هي دي المشكله اللي ظاهره قوي طول الشوط الاولاني، مع ان اعتقد ان تواجد اكرم علشان يساعد هاني في الحته احنا دي. قلنا كده المفروض الاثنين اساسا بيلعبوا ناحيه اليمين، ده باك رايت وده باك رايت، فكان ممكن يبقى فيه تبادل شويه، انما في طبعا زياده عدديه على هاني ناحيه اليمين بتاعتنا ناحيه الشمال بتاعتهم، وما كانش في دور باين لاكرم. صحيح، يعني ما كانش في تحركات اكرم تحس انها كانت لجوه الملعب، وحتى جوه الملعب ما كانش ماسك حد. مظبوط، يعني انا بصيت عليه في اكتر موقف وهو مش ماسك حد، فكان لازم حد يتكلم سواء من جوه او من بره يتكلم، لازم يبقى في تغطيه على هاني، وخصوصا ان دي كان ممكن تعمل مشاكل من ناحيه اكتر من مره، وكان ممكن لان الطرف الشمال بتاعهم بيجيد الترقيص وعدى من هاني اكتر مره، كان ممكن في واحده منهم مثلا يقدر ياخد ضربه جزاء كانت ممكن. مع انت توقعت قبل المباراه ان حتى اكرم وهاني ممكن اكرم وهاني يتبادلوا الادوار في بعض المواقف. بالظبط، حتى في الناحيه الهجوميه ممكن اكرم يسهل على هاني ان هو ممكن يتقدم وممكن يبقى ايه يعني يسهل الحته دي، الدور ده مش باين. انا مش شايف كمان دور لمودست انه كمحطه مفيش حاجه، يعني يمكن عشان احنا برضو ما قدرناش ناخد الاستحواذ بشكل كبير، يمكن الاستحواذ يكون اكتر لفرقه شباب بلوزداد، فكان لازم احنا يبقى في استحواذ عشان حتى يعني نقلل من حماسهم ونقلل من خطورتهم، تعمل استحواذ تستهلك فيه الوقت وتساعد نفسك انك تقدر تاخد نفس، لان الكره على طول الثانيه كانت بتتقطع وبيروح على ناحيه الاطراف، فلازم يبقى في تعديل في الشوط الثاني على الناحيه اليمين بتاعتنا ايا كان الظروف. عايزين برضو يبقى في حركه شويه من الاثنين مساكين بتوعنا يتقدموا شويه، لان هم برضو متاخرين شويه، فالضغط يعني عليهم جامد وفي فجوه ما بين نص الملعب وما بين المساكين. طبعا علي المعلول ما شفناش له دور هجومي، كله دور ادوار دفاعيه مستني في نص الملعب، لازم يبقى في تبادل، لان برضو هاني اتقدم اكتر من مره، فبرضو الناحيه البدنيه الشوط الثاني غير، لان هيبقى فيه مجهود وفي ضغط من فرقه شباب بلوزداد اكتر على الاساس يحرزوا هدف على ارضهم، فلازم القصه تتغير، لازم الاخطاء دي تتعالج يعني. صحيح. طيب كابتن عادل، رايك في الشوط الاول؟ يمكن الكابتن محمد قال ان هو لازم على مستر كولر ان هو يغير في التشكيله الشوط الثاني من البدايه، ولكن اعتقد ان مستر كولر ما بيغامرش من البدايه من بدايه الشوط. احنا قلنا قبل الاستوديو يا كابتن، ولو تتذكر ان الناحيه الشمال بتاعت بلوزداد كويسه بالخير،
اسلام والعوافي لعيبه كويسه جدا وبيعرف تحركيه. المشكله اكرم كانت في ايه؟ كان نص الملعب الناحيه الثانيه كان مروان عطيه كان بعيد شويه، فعشان كده اكرم كان بيخش لنص الملعب كتير قوي وما عملش الدور اللي هو المفترض مساند تاني. الحاجه الثانيه المهمه، مساند تاني اللي كان يجب اللي يقوم بيها اكتر كمان ياسر ابراهيم من حته الواحد ضد واحد، يعني لانه ياسر ابراهيم بيبقى فاضي كتير قوي، لازم يعمل السبورت لمحمد هاني. ان اردت انك انت ترجع وتاخد نص الملعب يبقى لازم يحصل فيه تغيير، وتغيير انا في راي عمرو السولية ينزل ينظم لك اللعب شويه، لانه انت مش محتاج الوقت ده اكرم بصوره كبيره قوي، لان مروان عطيه ما بيطلعش خالص وما بيع، يعني مروان عطيه اكتر من انه بيفسد الهجمات اكتر من انه بيعد هجمه. انت امام عاشور بينطلق ما بين نص الملعب والمهاجمين فبيعمل مجهود كبير قوي، عاوز واحد زي عمرو السولية ينظم لك اللعب عشان تمسك الكره على حساب مين يا عادل؟ ولو على حساب يعني اكرم، على اكرم ولو يكن كمان ممكن محمد مجدي قفشه لو متواجد قفشه يمسك الكره يلعب، لانه فرقه بلوزداد من الفرق اللي هي على فكره يعني انت بتتكلم على الجبهه الشمال خطيره جدا، حسين بن عياده بيطلع في فترات صح. لما بيبقى الميل الناحيه الثانيه حسين بن عياده بيطلع وعنده خبرات، ده كان بيلعب منتخب ولعيب كويس من اللعيبه اللي عندهم السرعات وبيعمل كروس كويس قوي، يمكن الكره اللي بتروح له بتبقى فيها خطوره لان الميل ناحيه اليمين. فافتكر ان ممكن يحصل تغييرين وسرعة جدا، ممكن قفشه ومعاه عمرو السولية وممكن مودتس واكرم توفيق تعمل التوازن ده وتلعبها. لا تعمل التوازن لو ماشي، اتكلمنا على عمرو السولية اكيد هينزل مكان لاعب في نص الملعب، طب قفشه هينزل مكان، بتكلم على يلعب تحت الاثنين حسين الشحات وطاهر محمد طاهر مكان مودتس. مودتس ما يبقاش انت مش عامل زي ما الكابتن حشيش قال محطة. انت مش عامل محطه ولا عامل عمق هجومي، وفي الوقت ده انت محتاج واحد عنده سرعات ان يسحب لك الفرقه الناحيه الثانيه، وفي كمان خيار ثالث لرضا سليم. رضا سليم ممكن يسحب لك الفرقه من الناحيه الشمال ويدخل حسين الشحات ناحيه اليمين وطاهر محمد طاهر يبقى راس حربه، ده برضو خيار اخر ممكن تشتغل عليه. ويمكن الاوقع في الوقت الحالي انك انت تنزل تعمل ثلاث تغييرات عشان تستفيد بحته وانا الاوقع للمدير الفني ان طالما المباراه ماشيه بالشكل دوت يبقى بالنسبه لي مش عايز اقول لا مكسب ولا خساره، يعني الشكل منطقي بس يعني هي مش ماشيه يا ايمن. نعم خلي بالك هي ماشيه برضو، انت عندك اكتر من فرصه خطر عليك ماشي، وهم كمان يا كابتن سهل اختراقهم جدا من القلب طبعا ده هم حتى تنظيم الدفاع بتاعهم سيء. كلام عادل صح ان وانا وجهه نظري يا كابتن ايمن، انت دلوقتي انت النادي الاهلي انت شفت الفرقه اللي قدامك ما بتلعبش الا على الجبهه الشمال بالزبط. واحيانا على حسين بن عياده شويه. حسين بن عياده عشان توقفه لازم واحد زي رضا سليم يسحبه، عشان كده بقول لك لازم تلعب رضا سليم. الناحيه الثانيه في وسط الملعب انت لما الكوره بتبقى بياخدوا الكوره الثانيه منك علشان انت الكوره بتضيع ما بتوقفش في رجلك كتير، فمحتاج واحد زي مجدي قفشه او عمرو السولية ينظم لك اللعب شويه، وما فيش مانع ان انا اغير بدري لانه ال 50 يوم الوقف ده ممكن تستفاد بالخمس تغييرات يلعبوا صحيح. عدد يعني عدد من الدقائق اكبر من انه يلعبوا مثلا 15 دقيقه او 10 دقائق. صحيح. كابتن بلال رؤيتك الفنيه لحد الشوط الاول وايه اللي ممكن يفكر فيه مستر كولر لتغيير الشكل، ولا هو الشكل كده كويس وعاجبه؟ لا مش عاجبني انا، الشكل مش عاجبني الحقيقه. الشكل مش عاجبني لان انت من اول دقيقه لحد دقيقه 45 انت بتضغط بنفس الطريقه وبتتهاجم بنفس الطريقه وبتلعب بنفس الطريقه تمام، انت راح تكسب، انما انت كده اي فرصه بالنسبه لك يعني هم راحوا بثلاث اربع فرص تمام، واحده ممكن منهم ممكن تيجي جول بسهوله جدا في ال 18 بيباصوا باريحيه كبيره جدا. انت النهارده عندك مشكله كبيره جدا في الـ في الـ في, الـ في حته نص ملعب. مش هتكلم على الحته دلوقتي الدفاعيه اللي هي الباك رايت هاني، لا هاني النهارده بيعمل مشوار هجومي ومضطر انه يلعب يرجع يعمل مشوار تاني في الحته الدفاعيه على افضل لعيب النهارده في الملعب، افضل لعيب في الملعب بشكل عام. انت عندك مشكله في الحته دي عند اكرم توفيق. الطبيعي جدا انا كمدير فني او مستر كولر يجيب اكرم توفيق من الناحيه دي يحطه الناحيه دي ويجيب امام عاشور يحطه الناحيه الثانيه تمام، عشان تعدل الكفه شويه يا كابتن عادل تمام، عشان يبقى ليك يبقى انت بتعرف تهاجم من ناحيه اليمين وتستغنى عن هاني في الحته هجوميه. انا كمدير فني لازم استغنى عن هاني في الحته الهجوميه، مش بقى طبعا يقف لازم يقف
ما ينفعش يبقى انت واحد بيضرب سبرنت 50-60 متر وبعدين يرجع يدافع على اسرع لاعب على اسرع لاعب في الملعب واقوى وافضل لاعب في الملعب. فهاني النهارده يعني ممكن تبقى انت شايف ان هو النهارده مادي بشكل مش افضل حاجه، لا بس النهارده هاني عنده مشكله، عنده مشكله كبيره جدا لانه بيضطر ان هو يعمل سبرنت 70-60 متر وبعدين يرجع يدافع تاني على افضل لعيب في الملعب. فبالتالي انا كمدير فني لازم اوقف هاني تمام لازم. كانه سترد باك ثالث مع او سنتر باك ثالث تمام، واجيب اكرم كابتن ناحيه ثانيه. لو هاجم ولو هاجم يبقى لازم اكرم يرجع مكانه، اكرم مش يبقى اكرم يبقى مش يبقى اكرم اللي يرجع كابتن. مشكله اكرم توفيق ان واضح انه في عدم اكتمال للياقه البدنيه او ان واضح ان هو مش واقف على رجله بشكل 100%. فبالتالي عشان كده قلت ايه، انت المفترض انك بعد حتى اول ثلث ساعه ترحل اكرم توفيق من ناحيه اليمين وتحط مكانه امام عاشور الافضل جاهزيه كويس بالنسبه له، فيعمل لك الحتتين، الحته الهجوميه وفي نفس الوقت يقفل في الحته الدفاعيه. الجانب البدني هيبقى ليه دور الشوط الثاني وضع طبيعي. خد بالك في برضو عندنا مشكله كبيره جدا لازم يتداركها مستر كره، انت بتلعب بنفس الريتم بتاعهم، انت كره ماشيه راح جايه بسرعه جدا، انت لازم تهدى شويه في قفشه بقى وعندك وعندك يا كابتن الوقت وعندك المساحه انك تهدى. عندك قفشه ممكن ينزل تمام تهدي بيرك من اللعب لو عملنا الاستحواذ يا بلاش لازم حد ينزل يعمل وضع طبيعي. برغم كده انت رحت فرصتين مؤكدين كان ممكن تسجل بيهم اهداف، سهل الفرقه دي تسجل فيها هدف سهل جدا. عندهم مشكله في الاثنين بتوع القلب، عندهم مشكله في الاثنين الميدفيلدرز بيقلقوا لما الكره بتجيلهم، يعني لازم يبقى قدامه 5-6 متر عشان يستلم ويباص، لكن لما بتضغط عليهم على الاثنين اللي في القلب بيرجعوا لحارس المرمى بسرعه. ما عندهمش حته ان هو يفكر ويبدع ويعمل لونج باس او يكمل في نص الملعب، لا هو بيقلقوا فرقه يعني بيحصل لهم حته من التوتر لما تيجي تضغط عليهم نص ملعب تمام والاثنين السنتر باكس. انت عملت الكلام ده في وقت في اول 3 دقايق عملت الكلام ده كويس قوي، وبعدين رجعت في الدقيقه 23 عملت الكلام ده كويس قوي. واي وحسين الشحات لما بيروح هو امام عاشور بيرقص عادي جدا والدنيا سهله بالنسبه له. فبالتالي انا ليه النهارده ما امسكش انا الكوره في نص ملعبي وابتدي انقل 1-2-3-4 ويبتدي انت اللي تستحوذ على الملعب عشان تاخد نفس في وقت من الاوقات. طبعا اللي في وسط الملعب عندك اكرم ومروان عطيه ما بيعرفوش يمسكوا الكره كتير. ان اراد الاهلي انه يفسد الجبهه الشمال بتاعه بوليسداد لازم رضا سليم يلعب ناحيه اليمين، هحول انا الجبهه دي ده لما هي تبقى هجوميه انا اللي ابقى هجومي. محمد هاني ده اللي بقول ده اللي قلت لك محمد هاني انك انت النهارده توقف محمد هاني حط امام عاشور في الحته دي او تنزل السلاي والعب رضا سليم يبقى عملت الجبهه هجوميه قويه دفاعيه ثابته. اول خط دفاعي بالنسبه لك مفروض اللي قدام يعني انت بتتكلم على الجبهه اللي احنا شايفين ان هي يعني بالنسبه لنا فيها مشكله. صحيح لازم من بدايه طاهر الشوط الثاني هو اللي يبدا التنظيم الدفاعي ثم اكرم ثم محمد هاني في الاخر. خد بالك كابتن برضه لازم هو برضه عنده مشكله دفاعيه في الحته الشمال برضه لان هو بيتقدم الاثنين بيتقدموا وتبقى الحته دي فاضيه كتير جدا بس انت بتضطر تعمل ايه؟ بالظبط عايز الكاونتر اتاك السريع جدا والمهارات بقى واحده واحد لازم تستغل مهارات اللعيبه اللي موجوده عندنا في الحته اللي قدام. يا ايمن احنا محتاجين حد يمسك الكوره يعني انا مع قفشه من بدايه 10 دقائق لان هو برضك خد بالك عادل ما بيغيرش الا بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني. فانا شايف ان قفشه دوره مهم جدا مع رضا كمان لان رضا برضك عنده نوع من السرعات من الاختراقات واحد يقدر يخترق لنا بشكل كبير. كل التوفيق ان شاء الله للشوط الثاني النادي الاهلي تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.